هذه الجبال طبيعة ساحرة وقمم شاهقة وقرى صغيرة. من الأرض يغرف المواطنون قوتهم، ومن التاريخ والجغرافيا يستمدون قوتهم. من هنا انطلقت أول أبجدية، ومن بحرها الكنعاني صدروا الحضارات القديمة إلى العالم. لكن الأزمة السورية أبت إلا أن تستبيح التاريخ والجغرافيا، فطرقت أبواب اللاذقية كما باقي سوريا. مراحل متعددة شهدتها المحافظة، لكن أحداث الأسبوع الأول من آب الحالي تخطت المسألة العسكرية. هنا حديث عن قتل وسبي وأشياء أخرى. ياسمين شاهدة، ابنة العاشرة من عمرها، أخذت من قريتها نباتة إلى سلمة، ومنها إلى تركيا، لكنها عادت. كيف وماذا حصل؟ سكر شو اللي صار؟ أنت كنت بتضيع؟ أيوة كنت أنا بتضيع. كنا قاعدين متخبعين بمحل، فجأة أجوا وطلعتي وبلشوا تخر صص علينا. أختي تصاوبت لماما وأنتو، قال لا لحنا شو بدي بندبر حالنا. أختي ضلت على حضن أخوي ما كان يتركها من إيدها، وراحوا هني ونحن تخبينا ونجينا نحن وأختي راحت، ما عرفنا بعدنا عن شيء. بالأخير الله جمعنا فيها. أنتوا كيف نجيتوا؟ أنا كنت متخباي، ليت متخباي أنا وبنت عمي وأختي الصغيرة. أنا أخذت أختي الصغيرة معي، ما كنت أتركها معي، أخذت أختي الصغيرة وهربنا. لقينا بشب من هنيك، وبعد منها حكيت مع بابا وتواصلت معه، وبعد منها اجتمعنا كلياتنا سوا وهربنا. وهلا كيف عرفتوا إنه أختك رجعت؟ الفضل رب العالمين والعالم ساعدونا. بقيت الوالدة مع ابنتها الصغرى وابنها لتواجه مصيراً لا يزال حتى الآن مجهولاً. أختي أنا ما كنت بعرف إنه أختي هربانة، بعدين اجتمعت أنا والبابا وجارنا ومرت عمي وبنت عمي وأختي وأخواتي بنات اثنين، ونزلنا ضلينا 3 أيام نمشي من دون مي ومن دون أكل، بس الحمد لله قاومنا، دعينا لربنا وقاومنا وانقذنا من الموقف اللي كنا فيه. بس وقت اللي هجموا علينا، يعني نحن ما كنا بنعرفين، كان في أطفال راحوا، أطفال عندنا، أطفال طفل صغير عمره لسه ما كفى السنة، وفي كمان أولاد صغار يعني ما بيتجاوز 10 سنين، 3 أطفال ونسوان عمامي 2 3 ونضيع عنا وشباب أخوي واثنين كمان غيري، يعني حوالي 15 واحد كانوا ما قدرنا ننقذه. بعد ما طلعنا من المنطقة مشت المنطقة كاملة. أنت شفت الشيء بعينك؟ إيه قدامي، بنت عمي خلال دقيقة، يعني ما كفت دقيقة توفت. كيف قتلوها؟ اجت رصاصة بظهر الورق، يعني إمي وقت شافته لأخوي هيك حامل أختي، وأختي مص تيابها كلها متمصين دم، ما قطعوا عقبها أنها تتركه وتجي. يعني ما بعرف، بس إذا أنت الخاطفين عم يسمعوك شو بتقولين؟ اللي من سوريا بقول لها يا وطنك ما في أغلى، واحد أغلى من تراب برد وما في، حرام عليك كل شيء عم بيصير. واللي من برا سوريا يرجعوا لبلدهم يعمروا بلدين، أحسن ما يجوا يخربوا بلاد العالم ويقتلوا أمهات وأطفال صغار ما ينزل. عادت ياسمين، لكن والدتها ذهبت تاركة خلفها عائلة جريحة، جرحا لا يداوى في المستشفيات. الطفلين عن طريق منظومة الإسعاف السريع وصلت للمشفى، تم إجراء كافة الاستقصاءات اللازمة الشعاعية والطبق المحوري وإيكو البطن، اللي تبين عندنا في عندنا مجموعة من الإصابات عند الطفلين، خط فتح جراحي على الوجه الأمامي للبطن مخاط حسب الأصول، طبعا هذا بيدل على وجود فتح بطن استقصائي، فيه جهاز تثبيت خارجي على مستوى الفخذ دليل وجود فيه إصابة بعظم الفخذ. طبعا اللي فهمنا من خلال ما انذكر قدامنا أنه الطفل تم إصابته في منطقة سلمة،
أثناء إصابتها أخذوها المسلحين على أحد المشافي الميدانية، رغم أنه طلبوا أهلها أنه تتاخذ على أحد المشافي الحكومية في منطقة الحفة، أخذوها على أحد المشافي الميدانية، ومن المشفى الميداني تم أخذها إلى أحد المشافي التركية عن طريق أحد الأطباء الموجودين في أحد المشافي الميداني في منطقة سلمة. طبعا حسب من ذكر أنه من حسن حظ الطفلة كان في أحد أقرباء أو أحد الناس اللي بيلوزوا بالعائلة، طبعا اللي سمعت هيدا أنه كان ممكن يكون أخذ لأحد أعضاء الطفلة، بدهم ياخذوا احد اعضائها للاتجار فيهم لاحد المنظمات اليهوديه او هيك شيء. فبقيت الممرضه اللي بتلوز بالقربه لاهل الطفله بقيت مرافقه للطفله حتى تم تخريجها بتدخل بعض البرلمانيين الموجودين في منطقه طنطاكي اللي بينتموا لحزب الشعب مثل ما فهمت من قبل احد الاشخاص اللي كانوا او اللي تدخلوا في عمليه اعاده الطفله الى سوريا. يؤكد الطبيب أن اصطحاب الأطفال دون غيرهم مرده إلى تجارة بيع الأعضاء، حيث يفضل تجار هذه المهنة الأعضاء الفتية الصالحة للبيع أكثر من المستهلكة للمتقدمين في السن. الإصابة اللي بالبطن يعني هل ممكن تكون هي إصابة بالجراحة هي ناتجة عن إخراج رصاصة أو شيء تاني؟ ممكن نعرف هذا الشيء حاليا؟ اللي شفنا نحن فيما يخص الطبق المحوري تبين وجود شظية على مستوى العمود الفقري على مستوى الفقرة القطنية الخامسة تقريبا، في قصة الشظية ما زالت موجودة بالبطن بالطبق المحوري موجودة إساها حتى الآن. إذن الجراحة شو كان هدفها؟ يعني ممكن تكون رصاصة هلأ جراحة ممكن مثل ما حكيت لك ممكن يكون أكثر من سبب للجراحة، ممكن يكون في أذية بالبطن بسبب الشظية اللي داخلي، لكن ما قدرانين شايلين الشظية العظمية لوجودها في بعض في مكان حساس من الجسم أو لأسباب أخرى أنا ما بقدر أحدد بالضبط شو هو السبب. وضعها مستقر الآن؟ حاليا وضع الطفل مستقر تماما. وضع النفسي هل في؟ طبعا اكيد وضع النفسي ما هو سهل بالنسبه لها، لكن بشكل عام بتضل الطفله مبسوطه على اعتبار انه لاقت ابوها ولاقت اهلها ورجعت لحضن الوطن. اكيد يعني هي قادره تحكي تتحرك، يعني بعد هالحاله قادره تتفاعل بملاحظتك هلا باحتكاك فيها، قادره تتفاعل مع المحيط او بحاله؟ لا السامة ما قادره تتفاعل مع المحيط بشكل كامل، لكن الطفل بشكل كوضع طبي مستقر تماما، لكن وضع النفسي ووضع المعنوي اكيد ما هو طبيعي. في غرفة العناية بدأت ياسمين تتفاعل أكثر مع محيطها بعد أن أبدت في اللحظات الأولى ردات فعل عنيفة تجاه بعض التصرفات، لا سيما عندما كانت ترى جهاز اتصال خليوي. بين أرتاني هم بدنا نروح لعند خالتي على أطفال مشان نهرب منهم، قام أجوا خوفونا، أنا أخذوني وأخواتي هربوا، وأنا وأمي وأخوه أخذوني. حتى أنا سعفوني على تركيا وأمي وأخي وصير ضلوا معي هناك. أنت بعد ما أخذوك على تركيا ما عندك شبسي ولا أمك وأخوك مش هيك؟ شو كانوا عم بيقولوا لك هونيك؟ شو كان مين اهتم فيك؟ مذكر الشيء؟ كانت عم تهتم فيني قرأت للبابا اسمه محمد. وغير هيك بالمستشفى اهتموا فيك؟ مذكر أنت الشيء العمليات الأشياء اللي عملوا لك إياها؟ لدينا قصة أخرى، فهي استطاعت الصمود 11 يوما في غابات بلدتها الحنبوشية بعد أن هربت من المنزل في أثناء اقتحام المسلحين للقرية. بقيت هناك من دون مأكل أو مشرب حتى وصول الجيش السوري. شو اللي صار معكم؟ والله الساعة 4 الصبح صحينا وعم يبكوا وعم يحكوا لنا بدنا نموت يا أختي بدنا نموت، لك شو صاير وشو قال هجموا المسلحين على البيوت على الأهالي على البشر كله على الأراضي، ما منعرف كيف نطلع، ليش ما منعرف لك فلاحين انه شو اللي بالدنيا من الفلاحين يا اخي يا شو اللي صاير، والله عم يذبحونا بالبيوت، ليش ما منعرف شو الحرية اللي بالدنياها، ما منعرف والله ما منعرف. مين رجع من عائلتي؟ والله ولا حدا الحمد لله، ولا حدا شي مع المرت خيي هاي مع المسلحين والمخطوفين كله مع المسلحين النسوان. ايه هاي المرة الملتقيين معها هاي مرت خيي هاي،
ومرت خي الثاني يمكن مرت خي الثاني امه يمكن هي اللي عاملين لها عمليه قيصري، وبجوز ترجع بجوز ما ترجع، لان عمر ما اخذوا بشري ورجعوه. شو اللي صار؟ كيف صار معي؟ والله رب العالمين الله نجاها، ما كيف ما بنعرف الجيش انه كيف شاف الجيش كيف نقزها، يعني تقدم الحمد لله رب العالمين باذن واحد احد منصورين، باذن رب العالمين منصورين. شيء بيحزن الحجر، طفلي عمرها 6 سنين، يعني كيف عاشي 11 يوم بلا اكل بلا شرب، شوفي مريضه نفسيا صار، يعني ما بتعرفنا، عم تخاف منا، عم تخاف من الضرب اللي صار، من يمكن الجثث اللي شافيتها البشر اللي معهم. ايه حكيت بس ما عم تخاف منا، يعني يمكن شايفي جثث، يمكن البشر الكبار عم يرتعبوا منا، بقى كيف في طفله، يعني عم تهودس ما بنعرف اذا صح ولا اللي يا عمتو كنا ماشيين قوس المسلحين علينا، بابا يمكن صاوب اخواتي ماتوا وانا تخبيت هيك بحرشة بسجرة ما بعرف كيف، بعدين رب العالمين نقزة جيش شال الحمد لله. لكن ما لا تدركه دينا الواقعة تحت الصدمة أنها ستستيقظ يوما لتجد أن 50 من أفراد عائلتها قد قضوا فيما كانت تحاول الهرب من جلاديها. قال والله يا عمتو ذبحوا لأبوي وإخواتي يمكن قوسوا عليهم يمكن ماتوا، والله شي 50 واحد، يعني إذا بعدن إخوالي ولاد إخوالي ولاد عمامي ولاد عمامي ولاد عمامي 4 5، ولاد عمتي 2 3، ولاد اخوالي 3 4، اختي وكمان وبنتها 2، بناتها 2، يعني شو بدي عد كل المنطقة هني. هذا غيض من فيض ما حصل في تلك الأيام، الحصيلة النهائية لم تظهر بعد. بين مخطوف ومقتول ومفقود خلت القرى من أبنائها بانتظار استعادة الأرض علها تعوض من بقي من البشر. أما الناجون فيروون قصصاً تبقى برسم مجتمعات ومؤسسات تعنى بالشأن الإنساني. صاروا يرشوا علينا بالرشاش، بعدها نزلوا أبوي سحب أخوي الصغير، بعدها تصاوب أبوه وشحطوا أخذوا ابن عمي فوتوا بالبيت، أخذن أخواته، ضليت أنا بالسيارة أنا وأخوي، بعدها شي صاروا يقوسوا علينا، بعدها نزلنا بالسيارة ورحنا تخبينا ببيت ابن عمي، وضلينا أنا وابن عمي، أنا وبنت عمي وأخوي وبنت عمي الثانية وستة بالبيت شي ساعتين، بعدها صاروا يقوسوا علينا، إجا أخوي تصوب بظهره بكتفه، بعدها صاروا يضربوا قزائي، بعدها إجا جدي غطاه لبنت عمي مرت ابن عمي وكمان أخته لابن عمي غطاه، كانوا مستشهدين فوق البيت، صاروا ما في بيننا وبين بلد تمطر، قلت له لا تطلع البس بإجراك البس بنطرون، قال لي لا فوتوا على وقت البقت، والله ما فينا نقفل البيت، صفوا فوق مننا عم بدل يموتونا، قال لي والله ما بموتوكم ما موت أنا، صرنا نبعق نحن البنات، وقت بعاقنا صار هو بده قام يحزن عيني عن العيلة، قاموا قنصوا هوني، وقت ارتمى بالأرض قدام البيت قلت له بنت جيبي لي ما نشفي تلبسه لأبوك الجرح، صرنا لبسته الجرح وهو يلاقشنا، قال له بنت شيل السكين من جيبتي وذبحي حالك احقوا لريكين بدهم ياخذوك، وصرنا نستغي قوسوا على بنتي مثل ما بيركي، اجى البعيد الشاروخ هيك بإجراء، وقت اجى هيك الشاروخ بإجراء جيت بالشارو الحمد لله ما جيت بإجراء، شالتني من عزة روح وشحتني ورا الحق، قالت يا عمي قتلونا دار واحد لا، قال له ما تقتلن على الفطيصة جيبن عايشات للحري، شحطنا شي 300 متر عن البيت بالحرش، ضرب علينا قذيفي ما بتبعد عننا 10 متر، نحن طيبين بالحرش، قل الله هو نزل علينا ما الحمد لله ما صابنا نحن بالحرش، بس ما تم علينا سلكي كتر خير العالم جينا حفياني،
وصلنا نشحط بهالحرش مثل زخ المطر وقت اللي بيكون المطر بيكان ما كان على قد ما علينا. إذا كان في ألف نسامي نحن ثلاثة بيوت قليلي قطوا بن عمي وبن سرفتي وبن سرفتي وخدوا بنت عمي ولادة ثلاثة وخدوا كانت سرفتي ولادة ثلاثة وخدوا سرفتي. نحن ثلاثة بيوت مش فيني عدل أنا مش كنت شايفة قدامي جوزي قدام عيني ما يموت لا فيني شيله ولا فيني تضيق وخفت على بناتي أكثر من حالي قلت أبوه نروح بس خفت على البنات ما يلحقوا بإيدي يلحقوا بإيدي الموتون شوف والله موت أشرف لي على وقت كنت مادة بنت عمي محد جوزة ولا خدوها ما عطلت تطفل كل هيك يا الله وفي خبر الموت أهودني الموت بس بس يبعب التالي لا يعد دخول المسلحين إلى ريف اللاذقية في مطلع الشهر الجالي أول ظهور لهم في المنطقة، فمنذ بداية الأزمة دخلوا إلى مناطق في الريف وحصلت مواجهات عدة خلال العامين الأخيرين أبرزها في منطقة الحفة على بعد نحو 30 كيلومترا شمال شرقي مدينة اللاذقية في الشهر السادس من عام 2012. استمر وجودهم في مواقع عدة خلال العام التالي لمعارك الحفة ولا سيما في بلدات وقرى دورين و سلمى وكنسبة وصولا إلى أنطاكيا. اقتحم مسلحون في مطلع الشهر الجاري نحو 11 قرية ومزرعة وسيطروا على التلال المحيطة بها. تؤكد المعلومات الميدانية التي جمعناها أن السبب الأساس وراء اقتحام هذه القرى هو فرار عدد من العسكريين المتمركزين على التلال وتعاونهم مع المسلحين ومدهم بالمعلومات عن المواقع وعدد أفراد الجيش السوري المتواجدين وآلياتهم ومشاركتهم حتى في العملية العسكرية. في الرابع من آب أغسطس هاجم المسلحون انطلاقا من سلمى ودورين أيضا القرى بعد أن سيطروا على التلال في عملية سريعة باستثناء قمة النبي يونس التي صدت الهجوم. تشير جميع الأدلة إلى أن الاقتحام تزامن مع عمليات قتل وأسر وسبي بما يشبه التطهير الديني. لكن ماذا يحقق الهجوم؟ عسكريا تشير كل المعطيات الميدانية والعسكرية إلى أن التقدم باتجاه مدينة اللاذقية لن يكون سهلا إن لم نقل مستحيلا بالنسبة إلى المسلحين لأن الجيش والأمن السوريين يحكمان السيطرة على جميع المداخل للمدينة وبنحو معزز ومنظم. معنويا خسر المسلحون مواقع مهمة في الأشهر الأخيرة في القصير والخالدية وخربة غزالة ولم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم المعلنة في إعلان الإمارة الإسلامية في حلب مع حلول عيد الفطر المبارك على الرغم من إحرازهم تقدما في خان العسل ومطار مناغة. الحاجة إلى انتصار معنوي في محافظة يتعاملون معها على أنها مسقط رأس رئيس البلاد والخزان المهم والكبير لمؤيدي النظام والمدافعين عنه في صفوف الجيش والمدنيين. أما الهدف الآخر والأكثر فتكا لو تحقق فهو خلق رد فعل مذهبي في مدينة اللاذقية أو على امتداد سوريا سيؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة وهو أمر لم يحصل ولم تجري في المدينة أي ردة فعل ولو صغيرة على المجازر التي حصلت. أخيرا استدراج المقاتلين من باقي المحافظات إلى اللاذقية لتخفيف الضغط ولا سيما في حلب عن المسلحين. بعد أقل من شهر لم يتحقق أي من هذه الأهداف واستعاد الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني السيطرة على جميع القرى والبلدات التي دخلها المسلحون وتتضمن أهدافهم المستقبلية التقدم باتجاه مناطق تمركز المسلحين في الريف حيث كانوا موجودين منذ بداية الأزمة تقريبا. كيف جرت هذه المعارك؟ فريق من الأرض واكب جزءا منها نتابع. من بين المناطق التي هاجمها المسلحون وحدها قمة النبي يونس صدت الهجوم فجر الرابع من آب أغسطس واستطاع القيمون على الموقع تعزيز وجودهم والحفاظ على قمة مطلة على سهل الغاب من جهة وتتحكم بسبب ارتفاعها بمعظم مناطق الريف شمالي وشرقي اللاذقية. لكن احنا موقعنا بالنسبه لمحافظه اللاذقيه وين موقع هلا؟ نحن هذا عمليا نعتبر اخر نقطه الفاصله بيننا وبين حما وبين جبل اكراد من جهه عندك عكو قباني مجد الكيخيا جبل الاحمر ورا في عرافيت
هاي الحد الفاصل بيننا وبين جبل الكراد وبين الغاب وحماة. أهمية الموقع هون هل هو ناتج عن فقط ارتفاعه أو أنه التوسط هذه المنطقة حساس بالنسبة لسير العمليات العسكرية؟ هو غير الارتفاع عندنا هو عارض حساس أو ميزة استراتيجي عسكري من خلال ربط الطرق ببعضها. منافذ بتأدي للمحافظة من الجهة الشرقي هي أفضل منطقة لها من هون. نحن لما بنحكي عن هذه المواقع ما هي المواقع اللي ممكن يجي منها خطر؟ يعني قدامنا سهل الغاب في خطر منه هون؟ لا سهل الغاب لا ما في إمكان، بس في عندنا لقدام ضيعة هي تم استهدافها وتهجير أهاليها هي جبل الأحمر، فممكن الخرق يجي من خلالها. عندك عكو، إكباني، عرافيت، هاي المناطق هي كلها في حتى ضيعة آمنة كمان هجروا فيها مواطنين هي قديم وعين الجوزي. هلا فرجيك هي من الجهة الغربية. من جهة جسر الشغور ممكن يتقدموا المسلحين؟ طبعا ما منهم بيجونا من عن طريق جبل الأكراد، بيعملوا دورة وبيجوا عن طريق نفسه في مفرق مثلا أبو الريش، السرمانية، عكو، كل هالمناطق كلها هي شبكة طرق بتأدي لهالنقطة هي من خلال الطريق اللي جاي من إدلب وأبو الريش وجبل الأكرام. هلأ لو هن استمكنوا أو هذه المحاولات مكنتهم من الوصول لهذه النقطة، شو كان ممكن تحقق لهم أهداف؟ أهداف أول شيء عمليا تأمين لطرق الإمداد لكل المسلحين اللي داخلة على المحافظة. اثنين عارض حساس ومربط لرماية أي نقطة بيحبوا يرموها للضيعة المجاورة كلها كنقطة عسكرية مرتفعة، وتأمين شبكة اتصالات لألين وطرق الإمداد تأمينها بسهولة مطلقة. أثناء توجيههم لمشاركة في تحرير قمة النبي يونس في ريف سلمة. الله أكبر. حاولوا بنفس الوقت تزامنا مع طبعا بنفس اليوم فوني فتحوا جبهة خط طولي تقريبا بيوصل للعشرين كيلومتر تقريبا بنفس التوقيت وبنفس الزخم وبنفس توجيه الوسائط النارية، والحمد لله هون كبدنا الخسائر منيحة وتم دحري. طريق الإمدادات بالنسبة لهم للمناطق اللي هم متواجدين فيها وين بتجي؟ طريق الإمداد بيجيك الطريق الإمداد عندك مثلا اللهم صل على النبي، في عندك طريق إدلب، سنقول، السرميني، جسر الشغور، مجدل كيخيا، جبل الأكراد، عندك في خط من اللي بيجيك من سلمة كمان مفتوح لهون وخاصرة مفتوحة كلها على تركيا. نتحدث عن المنطقة سلمة والجوار، هيدي تمركز رئيسي للمسلحين؟ مقر طبعا طبعا. يعني انهيار هيدي الشبهة ممكن عمليا؟ طبعا ممكن. هلا نحن من خلال دوريات الاستطلاع والرصد والمعلومات لدينا كل الزخم والقوة والخزان الحقيقي للمسلحين هو عبارة عن سلمة، عكو، وقباني. عدونا عم يحاول دائما اللي عم يدعمه واللي ما وراء عدونا عم يحضر له لخطط ولدعم، ونحن الحمد لله عم نشتغل على حالنا بالنسبة للوسائط النارية. التشكيلات القتالية عم يضل في استمرار وتغيير فيها وتحصين مستمر. نحن بالنسبة لأن قتالنا هو قتال إرادات وصراع إرادات، نحن جماعة منآمن بالشيء اللي عم نعمله، واللي عم يثبت يوم ورا يوم إنه عدونا غاشم، عدونا عدو يعني عمليا هو خارج أي إطار إنساني وأي اعتبار لأي واحد ممكن يكون له علاقة بالبني آدمي، فبنضطر نواجهه بنفس الأسلوب. بده يكون في عندنا نوع من الحمية وارتفاع منسوب القومي والوطني، إني أنا من وين لوين خيو، إذا القصة كلها على أساس عبارة عن حريات، شو هالرأي اللي أنا بدي أعبر عنه لما بدي أذبح إنسان مثلي مثله؟ ما إلي عليه شيء. الأهالي المدنيين اللي وقعوا بين براسن المسلحين الليبيين ولا الشيشانيين على أساس عم يصير هالذبح والتغطية؟ فيوم ورا يوم عم تتكرس لنا ثقافة إنه نحن ضروري نكون متحصنين بعقيدة نواجه في هذا العدو.
في هذه المنطقة من الريف اللاذقية الشمالي وتحديدا في وضع رامو تستمر المعارك لإعادة استعادة السيطرة على هذه المناطق التي دخلوها منذ أسبوعين، وتستمر المعارك وتبدو في هذه الصورة حيث تجري المعارك حاليا في هذه التلة. دخلت القوات السورية إلى المنطقة من محورين، أول الأهداف على لائحتها تحرير التلال المحيطة بالقرى، وأهم الصعوبات في تسلق التلال عمليات القنص التي تستهدف العناصر، ففي هذه الطبيعة تصبح المواجهة فردية للناس. والسلاح الأبرز بعد التغطية النارية السلاح الفردي والمواجهة المباشرة. تقولي قدام يا شباب باتجاه رأس هذه التلة، تلة الكفولي، حيث يعني السيطرة على هذه التلة وهذه المرحلة الأخيرة من السيطرة عليها. إذن الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني الآن تتقدم باتجاه السيطرة على هذه التلة بعد سيطرتهم على المناطق المجاورة وتحديدا في وطا رامو في هذه المنطقة في الريف اللاذقية الشمالي. إذن بعد الصعود كل هذه المسافة حيث واجه الجيش يعني المسلحين المتمركزين في رأس هذه التلة، هو الآن يتوجه للسيطرة. هذه هي المرحلة الأخيرة، هنا الرأس تقريبا لا يزال يتواجد بعض القناصين ما يعيق حركة
حركة التقدم، ولكن الآن بعد إحضار الآليات العسكرية وتقدم العناصر كما يبدو في الصورة أمامنا، يبدو أن إحكام السيطرة على هذه النقطة التي ستتيح أهداف مستقبلية للجيش وقوات الدفاع الوطني في هذه القرى المحيطة أصبح قريبا جدا. ومن الممكن إذن خلال ساعات قليلة أن تنتهي المرحلة الأولى من هذه العملية. انتقل على العظم. لا لا انتقل على الجهة الثانية صار بيت العظم. صحيح ماشي ماشي. معك أبو علي ما. إذا ما شايفينه ما ترموا. إذا ما شايفينه ما ترموا. أنت عليك. تمام معلم تمام على 24. ما ترمي ما ترمي. على 24 معلم ان شاء الله تعالى. في نوع معين جديد من العبوات والعبوات التقليديين بيستعملوها عادة؟ في عبوات مش لها سهلة. ايه على مسافة 3 كيلومتر بفجر علي عجيب. صوره على 3 كيلو طبعا هاي الانتيل تبع. هذا الانتيل هذا 3 كيلو. في عبوات توجيه تبع. اعطوني اياه. بس هيك حرك شوي لتحت. يلا. اعطيني اياها هاي مسكني اياها. يلا جيبوا هذول. بعد هيك. روحت الناس في كلها كانوا بدهم ينقلوها وينزلوها على ضيعة عرامة. يفخخوا الطريق مشان الجيش والقوات المسلحة ما يمرقوا على المحور الشمالي والغربي هون. يعني هون كان مركز تركيب العبوات. مركز تركيب العبوات مجهزة. يقوم بس كانت تجي مجهزة يعني. مجهزة هي بس مجهزة بده وصل بس. مثل هودي ثلاث عبوات هودي كانوا جاهزين. جاهزات هودي. والعبوات كانوا هون كانوا ما ينقلون بالليل ما ينقلون على منطقة عرام وعلى الطريق عشان يقطعوا امداد الجيش لمناطق أخرى. عنتاب تركي. مياه تركي كمان حتى مياه تركي. We'll be right back.
وصل الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني تحديدا الى تلة الخضر في ريف اللاذقية الشمالي. نحن الان في مقام الخضر ويبدو فخلفي ايضا المقام وايضا في نفس الموقع هناك مزار للسيدة العذراء. صاروا فقرة يمكن صاروا زمان يمكن بطل يا بطل شو الوضع سين متر فاتور للشباب اذا ما يخلوا ايه شو الوضع ماشي الله حياك سلامات
ما يرمي فك السجيني مش بيبي كلنا هذا القاضي نطلع من هون شبابنا فوق حرام يعني تبهوا يا شباب. وصلت المعارك إلى حد المواجهة المباشرة والقريبة بين المنازل وفي الأحراش، وقد رصدت كاميرا زميل غسان نجار موقع إطلاق قذائف باتجاه الجيش عن قرب. وقفوا عم بيرمي ضرب خفيفي ها شباب توقف لا توقف كيف قتل شجرة ولا شيء، أرض محروقة. بعد منا في تماما. شوف هاي من البيت هذا لحد المحروق حواله لهونيك كله هذا محروق. لا في شجرة شجرة. هذول جاهزين هن مشان
من فوق لتحت ولا من هونيك؟ من فوق في شيء أنا أسار هوني والله لا هون بس هيك مخربين البيوت بس تخريب. عادت الأرض إلى أصحابها، لكن أصحابها عينهم لم يعودوا هنا. معظمهم قضى أو فقد، ومنهم من سيعود ليجد أشلاء منزل بعد أن نالت المنازل أيضاً قسطها من هذه الحرب. استمرت المعارك من دون توقف مدة أسبوعين تقريباً، استطاع الجيش خلالها استعادة القرى والبلدات بعد مقاومة شرسة. تشير الشعارات والتجهيزات التي وجدت خلف المسلحين أن مقاتلي جبهة النصرة والمنظمات المتطرفة كانوا الأبرز في هذه المنطقة. أمريكا وإسرائيل وقطر والسعودية والسوري منصورين بعون الله.